الوداد يصفع فريق الرجاء الرياضي بعد دخوله في صفقة مع نجمه. 6 غيابات بارزة عن الديربي الودادي الرجاوي. السلام عليكم عائلة قلعة الوداد. قبل البداية، إن لم تكن مشترك بعد، انضم إلى عائلتنا المتواضعة بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس. لا تنسى الإعجاب والتعليق برأيك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. بدعمكم نحن مستمرون. فرجة ممتعة، لكن بعد فاصل قصير. منحة مغرية للاعبي فريق الوداد الرياضي لهزم الرجاء. وعد سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم لاعبيه بمنحة مغرية لهزم فريق الرجاء الرياضي في الديربي يوم الخميس المقبل برسم مؤجل للجولة 25 من البطولة الاحترافية، لأن ذلك سيسمح للفريق الأحمر باستعادة الصدارة للدوري المغربي. وكشف مصدر مسؤول أن الناصري سعيد الذي اجتمع بلاعبي فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بعد انتصارهم يوم الأحد الماضي على نهضة الزمامرة بهدفين لواحد رفض الكشف عن قيمة المنحة، لكنه أكد أنها ستكون مغرية. يشار إلى أن تشكيلة الوداد الرياضي لكرة القدم في مباراة الديربي ستعرف غياب الظهير الأيسر بدر قادرين لجمعه 4 إنذارات، وهو ما يفرض توقيفه لمباراة واحدة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. شأنه في ذلك شأن عبد الإله مذكور من جانب الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم. 6 غيابات مهمة في ديربي الوداد الرياضي والرجاء. يحتضن مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء الخميس المقبل المباراة القوية التي ستجمع فريق الوداد الرياضي وضيفه فريق الرجاء البيضاوي برسم المؤجل للجولة 25 من الدوري الاحترافي انطلاقا من الساعة 9:30 مساء. وستشهد مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء غياب مجموعة من العناصر الأساسية عن الفريقين، ما سيستلزم من المدرب الأرجنتيني ميشيل أنخيل غاموندي مدرب الوداد الرياضي وجمال سلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي البحث عن العناصر البديلة التي من شأنها أن تعوض الأسماء الغائبة. وستعرف رسميا تشكيلة فريق الوداد الرياضي غياب 3 لاعبين بارزين، 2 منهما بداعي الإصابة، ويتعلق الأمر بكل من أسرير حمزة الذي تعرض لكسر في أصابع رجله اليمنى، وأشرف داري لعدم جاهزيته، وبدر قادرين بسبب العقوبة الانضباطية للجامعة الملكية بعد تلقيه البطاقة الصفراء الرابعة خلال مباراة نهضة الزمامرة الأحد الماضي. بالمقابل يفتقد فريق الرجاء الرياضي خدمات 3 لاعبين أيضا أساسيين خلال المواجهة المذكورة، ويتعلق الأمر بمحمود بن حليب محمد الدويك للإصابة، فيما فرض تلقي البطاقة الرابعة هذا الموسم غياب عبد الإله مذكور. الوداد الرياضي يزاحم فريق الرجاء البيضاوي وكذلك الشباب على صفقة أحداد. دخل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم دائرة السباق للتعاقد مع حميد أحداد مهاجم الزمالك المصري الذي يلعب للرجاء البيضاوي بنظام الإعارة، حيث قدم عرضا رسميا للظفر بخدماته، وأضحى التنافس عليه بين 3 أندية للفوز بخدمات حميد أحداد. ويتعلق الأمر بكل من الوداد الرياضي وكذلك الرجاء البيضاوي وشباب المحمدية وكذلك صفقة من أم صلال القطري. وكشف مصدر مسؤول أن الزمالك المصري لكرة القدم أجل الحسم في مستقبل حميد أحداد إلى نهاية دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه فريق المصري الرجاء البيضاوي في نصف النهائي، في حين سيجمع نصف النهائي الثاني بين الوداد الرياضي والأهلي المصري. يشار إلى أن عقد إعارة حميد أحداد إلى الرجاء الرياضي لكرة القدم يتضمن بند يسمح له بضمه بصفة نهائية مقابل 1,050,000 دولار. قرار غاموندي يسعد لاعبي فريق الوداد الرياضي. منح ميشيل أنخيل غاموندي مدرب فريق الوداد الرياضي يوم راحة للاعبيه بعد انتصارهم الثمين الذي حققه على حساب نهضة الزمامرة،
وذلك قبل التحضير للديربي البيضاوي أمام الرجاء الرياضي الخميس المقبل في إطار الدوري المغربي. وأجار السماح للاعبي فريق الوداد الرياضي بمغادرة مقر الإقامة للنادي وتواجد مع أسرهم قصد التحرر من الضغوطات التي أحاطت بهم خلال المباريات الأخيرة. وعلم أحد المواقع الإلكترونية من مصادر خاصة أن قرار غاموندي أسعد لاعبي فريق الوداد الرياضي كونهم ضلوا في مقر إقامتهم لفترة طويلة بسبب ضغط المباريات، وكذلك النظام المتبع بعدم مغادرة الفندق إلا لخوض التدريبات والمباريات. وعاد لاعبو فريق الوداد الرياضي لمقر إقامتهم بالدار البيضاء قصد مواصلة التحضير للديربي أمام الغريم التقليدي. وسيحدد غاموندي قائمة الفريق غدا الأربعاء بعد خوض التمارين. ويتصدر فريق الرجاء الرياضي جدول الترتيب للدوري المغربي للمحترفين برصيد 48 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوداد الرياضي صاحب الوصافة. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم. في الأخير لا تنسى الاشتراك، تفعيل زر الجرس والإعجاب. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.